السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم وصباحكم بكل خير حبيبتي المتابعين في كل مكان. منورنا أبو عابد الله. السلام عليكم متابعينا المغامر عبد الله العنبري. حبيبي الله يخليك. نورنا اليوم عبد الله بالطائف عشان نسوي لكم تغطيات طيبة. الحمد لله، نور نورك حبيبي ونور أهلها، الله يسعدك. الله يسلمك. طبعا الله يعطيه الصحة والعافية اللي علمنا بالموقع بالمكان، أخوي أبو عابد زميل دراسة، الله يعطيه الصحة والعافية. الله يعافيك. تعال عندي لك قلعة نبغاك تسوي لنا تغطية فيها. طبعا ان شاء الله باذن الله راح نعمل جولة استطلاعية استكشافية لهذه القلعة، وخلونا ان شاء الله خلوكم معانا، وان شاء الله اخوي ابو عبد يكون معايا وانتظرني، وعشان لا سمح الله في حاجة لانه جبل، صح ابو عبد؟ ان شاء الله معانا وعليكم ان شاء الله باذن الله. الله يصحح العافية. فأي ملاحظة يسر ارسلوا على الخاصة واكتب على هاشتاج تويتر. مستعد ابو عابد؟ مستعدين ان شاء الله. يلا السلام عليكم. سلام. طبعا يا جماعه انا وصلت عند بوابه القلعه، شوفوا هذه القلعه. بسم الله. تفضل. هلا والله. هلا هلا والله. نورنا ابو عابد. نور نور. تفضل. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يا حد طبعا هذه القلعة يا جماعة الخير اسمها قلعة العرفاء. طبعا هذه قلعة عسكرية، فكنة عسكرية أساسا كانت قلعة. هذه راح ناخذ لكم جولة كاملة حتى في الحصن. طبعا راح أبدأ معاكم من خلال الساحة. أول حاجة راح أعمل تغطية في الساحة، بعدين راح نعمل التغطية الباقية في الحصن وفي الغرف وفي المداخل كلها. طبعا هذا باب طلع على برا، ويقولوا انه في نقوش واثار في هذه القلعة. منظر جميل جدا، اللي حاب يكبشر ياخذ له صورة، خذ صورة واكتب صباح الخير. وبعد صباح الخير مساء الخير يا عرب. شايفين تخرج إطلالة جميلة. لازم كبس. بسم الله. هذه القلعة الحربية الثكنة العسكرية، بنيت هذه القلعة يقولوا في نهاية المصري محمد القرن الثالث عشر، نهاية القرن الثالث في خفاش. ما شفنا منكم خير، جبتوا لنا كورونا والحبيب طبعا طاروا واختفوا. بسم الله. في حبة قناتنا الخفاش ده عضك طبعا، لازم تاخذ إبرة. شوفوا في مجموعة هنا، عنكبوت
هذا الظاهر. يقولوا انه في خلال المعارك وخلال الحروب في القلعة هذه كانوا يخبون العوائل المنطقة، أهل المنطقة يخبونهم ويحافظ عليهم وقت الغزوات والحروب قديما. طبعا هذا الكلام صراحة تحفة، تحفة معمارية قديمة من القرن 13. تقدروا تبحثون معلومات عن معلومات بخصوص حول قلعة عرفاء تاريخية. نرجع ندخل المكان ذاك، بس خلنا نشوف المكان ذا بعد. عفوا الحصن، شوفين المدخل كيف صغير، كلها من هنا. الفتحات احنا اقول لكم، شايفين الفتحات هذه اللي هنا، هذا زمان عشان جاء العدو مسدس كذلك. هنا شوفوا شو حتى هنا مجموعات الفتحات هذه كلها هنا طبعا، وفوق يعني مجموعة بالسلالم يكونوا فوق ومجموعة يكونوا تحت هنا، عرفتم؟ يعني مجموعة تكون فوق بالسلالم فوق هنا ومجموعة تكون تحت. هذا الحصن من هذه الفتحة الصغيرة. كيف يعني حتى لما ادخل شوفوا كيف مدني كان، يعني شفتوا كيف اسوي الطريقة هذه. هذا العود اللي هنا فوق راسي. والله مرة بسم الله في خفاش. بسم الله ما يحب النور، عين عليهم ما يحب إلا النور. شوفوا مش معانا منا الخفاش مشكلة طبعا يا جماعة. تلاحظوا طرق، وانا حسيت المكان ده مو طبيعي يا جماعة. شوي ندخل هذا المكان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا طبعا شوف نهار هنا طاح. هذا المكان السقف طاح بالكامل، شايفين؟ شوفوا من الاشياء هذا الظاهر، هذا كانوا يحطون زي المستودعات، مخازن اسلحة او اي كانوا يحطون في هذه الاماكن. بنحاول ناخذ لكم فيديو كامل هذا المكان إن شاء الله بإذن الله بوضعية الصامت كده، وأحط كده موسيقى كده خفيفة إن شاء الله. خفاش جميل.
ولا مع وسط المدينة الناس اللي منادينا فجأة يظهر ويختفي حين تلك إشارة باتمان. واضح من خلال الغرفة هذه أنها غرفة المؤونة، يعني حتى إذا عمل سيطرة على القلعة لفترة أنه اللي في القلعة يكون في حماية. الطار كان دورة المياه، احتمال عند علم. الظهر هذا احتمال انه مستودع مؤونة. طبعا فوق بناية، البيوت اللي فوق هنا من طين، حاطين برضو بلوكات وكذا لكن من الطين. خفافيش في كل مكان، باين انه من فترة ما حد جاء المكان ذا. الله جميلة. بعد يطلع له. صراحة التصميم عسكري، هندسة عسكرية 100%. بعد فوق الأخير تقدر تشوف، يعني هنا شوفوا خوف الواحد يمشي، يمكن لا سمح الله يطيح. سمح أطلع راح أصور لكم هنا. شوفوا هنا خوف، يعني لا سمح الله شيء ولا شيء طيح تحت مباشرة على طول. كنت تقريبا غطيت الحصن بالكامل، الآن راح أخذ التصوير الكامل. باقي هذا باقي صح، غطيت لكم مكان شوف حتى كيف كان يمشي سهال عشان الواحد يقدر يوصل بسرعة من هنا عن طريق الصخور هذه. مسويين زي الدرج هنا، شوف حتى تقدر توصل تدخل الحصن نفس النظام، فتحات بندقية. هنا مسويين طبقة ثانية عشان يقدر يوقفوا ويقاتلوا فوق، طبقة ثانية عشان تقدر توقف.
حصن جميل جدا، عطيتكم تصوير على الصامت عشان تستمتعون بجمال القلعة. أنا جيت من هناك من الناحية هذه، بعطيكم شوف حصن يعني قوة القلعة كيف كانت. الظاهر هذا المكان ده ممكن للمدافع يطلعون خرطوش المدفع، احتمال والله أعلم يعني ما أدري. في فتحات حاطين كمان، شوفوا هنا كمان، وحاطين مع حجار المرو كمان، شوفوا فوق جمالية مسوين يعني شايفين زي المثلثات اللي مسوين حجار المرو اللي هو اللون الأبيض، يسمونها الصخور المتحولة، تكون من الصخور النارية والصخور الرسوبية، تترسب وتصير تتكون صخور المرو نفس النوعية اللون الأبيض. شايفين هذا المدخل الثاني اللي زي ما قلت لكم، هناك الصخور النارية والصخور الرسوبية تتحول إلى الصخور المتحولة اللي هي الصخور اسمها صخور المرو، اللي تكون الصخور المتحولة ناتجة من الصخور الرسوبية اللي تكون الصخور أو الرمال تترسب تتكون زي الصخرة، ومن ثم تلتحم مع الصخور النارية وتصير هذه النوعية من الصخور يسمونها المرو. طبعا في نقوش هنا شوفوا قديمة موجودة، حتى شوف الواحد لما بيجي يهاجم من الباب في هنا شوف فتحات عشان العدو ما يقدر يدخل يقتحم البوابة. زي ما شفتم قصر جميل جدا. أنا كتبت مع جماعة الخير وصلت نهاية الجولة الاستطلاعية الجميلة هذه في هذه القلعة، نالت على طبعا جماعة الخير. أنا وخارج والله العظيم استغربت إني لقيت عبارة مكتوبة من عبد الله العنبري، ما أدري كتابة حديثة أم قديمة الله أعلم، استغربت أنا صراحة وأنا داخل ما انتبهت، أنا خارج والله العظيم شفت الشيء ذا. أنا أبغى أدور نقوش ثمودية موجودة في المنطقة هنا، نقوش قديمة جدا، إن شاء الله إني ألاقي النقوش هذه وأصورها لكم. انتظروني، بحاول ان اطلع، لكن للاسف اني شايف اغلبها كتابات حديثه، الناس كتبوا في المكان يعني ما هي كتابات قديمه، ابغى النقوش الثموديه القديمه جدا، ان شاء الله احصل واصورها لكم. خلينا ندور عليها. الواحد لما يمشي حتى يمشي بحذر، تطيح لا سمح الله، الله يعينك. بسم الله. جاء يا جماعة من ضمن الآثار الثمودية اللي حصلت معنا، أنا أشوف هذه رسمة عندكم الأولى هذه، في هنا بعد أشوف هذه رسمة تشوه للأسف، الناس جايين يشوهوا الآثار هذه. هنا طبعا لقيت الاثنين هذه عين الثلاثة، الباقي هنا